والله الا حشومه ولا فريق كيتعاون مع الجمهور ديالو، راه اللاعبين دابا غير رجعوا غيمشيو للوطيل، شي غير يرجع في الطياره، والدراري دابا اللي جاوا ديبلاصاو من اكادير راه مخيف فيهم، تحنسر دابا في التيران غنتسناو ساعه نخرجوا غيشوف كيفاش يوصل للمحطه وكيفاش ثاني يرجع لاكادير، يعني بلا ما كيديبلاصاو من جيبو كيتقاتل من جيبو كيدير اي حاجه. خير عليكم من امام مسجد الحسن الثاني بكازا بلانكا، صبحنا هنا مع 8 ديال الصباح، صافي جينا دابا للمسجد الحسن الثاني اننا نصورو وصورتي تذكاريه، والمسجد اللي ما كيعرفوش راه تبنى في 1993 او تاسس في 1993 من واحد السيد، من طرف واحد السيد اللي المهندس ديالو هو ميشيل مشيلة بتواقلة، وكتهز الطاقة الاستيعابية ديال المصلين شي 20,000 مصلي، وتقريبا 80,000 بالرف اللي كيصليو مثلا تراوح في رمضان كتوصل حتى ل 80,000 و 20,000 في الداخل، ما يعني 100,000 مصلي في رمضان اللي كتوصل. ودابا ان شاء الله غنمشيو للتيران، كاع ما كنا كاع هوالين باش نجيو لكازا، جانا واحد الاتصال في الليل فاش تعشينا دخلنا باش نعسو، وصافي جاني واحد الاتصال وقالوا لي بلي الله تمشي معنا لكازا، وقلت صافي مرحبا ورحبت بهذه الفكره انني نجي، وكاين ماتش كبير بين الرجاء الرياضي وحسنيه اكادير هنا في دونار، وغنمشي نمشيو نشجعوا الفريق ديالنا. بصراحه في الاول ما درتش فيديوهات في الطريق حيتاش داكشي ممل، اصلا درتهم فاش مشيت لوجده وفاش مشيت لمراكش، صافي قلت نيشان نبدا الفيديو من كازابلانكا وعيشوا معنا اللحظه بلحظه، وغنشوفوا الجماهير ديال حسنيه اكادير والجماهير ديال الرجاء كذلك، دويت مع شي وحدين ديال الرجاء وخصوصا واحد المراه اللي قالت لينا حسنيه اكادير بوني كيب كتلعب مزيان، وان شاء الله حنا كنتمنوا الروح الرياضيه هي الاولى تكون ما بين الجماهير الفريقين، والتحكيم يكون منصف للفريقين، وان شاء الله اللي يربح واللي يستاهل اللي يربح مبروك عليه. شحال بعيد و شي ساعه حنا وحنا كنتمشاو من المسجد الحسن الثاني وباقي ما وصلنا ليه، وشحال كنسولو في بنادم ولكن كيقولوا لينا بلي راه فين جايه فين جايه، وحنا دابا في الطريق باش نمشيو ليه واخا بعيد الصراحه، او عرفتي شحال ديال الطريق. دابا كنتواجد في ملعب دونارد، الدخله كانت زوينه الصراحه، ما لقيناش المشاكل مع الامن وتسهلوا معنا بزاف ديال الحوايج، ومنها ما كيسولوش بزاف على كارت ناسيونال ديال الدراري، ولكن عندنا مشكل واحد هو البيج 40 درهم، ولقينا واحد المشكل في برا ديال التيران ما قدرناش نوصلوا للتيران، ولا لا واخا كنسولوا في بنادم التيران جا بعيد وجا في وسط المدينه وما كنعرفوش الطريق، المهم الحمد لله وصلنا ليه. كما كيعرف الجميع مباراه اليوم كتجمع بين حسنيه اكادير والرجاء البيضاوي، وحنا كجماهير السواسه جينا من اكادير باش نديو ثلاثه النقاط، كما كيعرف الجميع راه جينا باش نديو ثلاثه النقاط، وان شاء الله راه هذا الشيء اللي غيكون ان شاء الله ومربوحه، ومباراه برسم الجوله السابعه من الدوري المغربي مؤجل كانت مؤجل، وان شاء الله مربوحه وراه نجيبوها لاكادير ان شاء الله وما يكون على خير. وبالنسبه كما كيعرف الجميع راه اخر ثلاث مباريات راه حقق ثلاث الانتصارات المتتاليه امام واتزم امام بني ملال في واتزم، امام بارادو في الجزائر، وكذلك امام فريق نيمبا في اكادير، وان شاء الله تكون انتصار الرابع المباراه على التوالي. قلت صافي شي تلقي ديالك جاء من صديقي رقم 17 كيماوي عماد، رقم 20 مهدي اوبيلا، رقم 10 الحفيظ كردي، رقم 17 يوسف البحري، رقم 11 كريم المركاوي، رقم 7 سيسي مريدة، رقم 6 عماد صخير. الرجاء الرياضي الرجاء العالمي يدخل مباراة اليوم التشكيلة التالية. Yeah!
جا واحد صفر للحسنية الأقدام ليركي تفرع هيستيريا في المدرجات جماهير السيسية عبد النور كاملين كنتسناو في الثاني إن شاء الله الثاني إن شاء الله. Yeah.
كيكون الفوز الرجاء في الواحد فاش بدا الشوط الثاني تخيل كيقول مع راسو بلي الحسن يلاه رجع ومارك التعادل يقول لنا لا هذا الجوج ولكن ما عرفتش انا شي لاعبين ما فهمتش اش هذا اللعب دار اليوم خصوصا عندك الخواصي وعندك البعدي وعندك الفحلي حتى هو الدراري انا ما عرفتش واحد اللاعب ماني ما عرفتش علاش ما لعبوش فيها الصراحه باش تجي ثلاث انتصارات متتاليه وتلعب بهذا الاداء كنت الرجاء والجمهور ديالك طايح عندك مشى من اكادير الله يلعب الجمهور دابا فريق كيتعاون مع الجمهور ديالو اللاعبين دابا غيرجعوا غيمشيو للوطيل شي غيرجع في الطياره والدراري دابا اللي جاو ديبلاصاو من اكادير نخيف فيهم تحنس دابا في التيران غنتسناو ساعه نخرجوا غيشوف كيفاش يوصل للمحطه وكيفاش ثاني يرجع لاكادير يعني بلا ما كاين ديبلاصه من جيبو كيتقاتل من جيبو كيدير اي حاجه باش شنو باش الفريق ينافس على الالقاب هادشي المطالب ديالها كاع الجماهير حنا اليوم جينا منا مع رئيسنا نديو 3 بوان درنا انتقال في اللاعبين جينا من اكادير قطعنا كيلومترات الاول جينا لوجدو ما درنا والو جينا حتى لهنا كذلك ما درنا والو الا حشومه وعبوار على اللاعبين خص يحسوا الجماهير اللي كتقاتل على قبلهم كتشوفهم كما قلنا في الاول راه كيمشي الطيارة كيمشي الموبيلات والروماج وخيرها خيرها ان شاء الله وان شاء الله شنو يوقع من هنا لقدام ان شاء الله.